عاصمة ميادين السباقات الهجنة العربية الأصيلة لتعلن بداية انطلاق أول أشواطنا في هذا الصباح الجميل الذي يحمل في طياته سن الثنايا ما بين المهجنات والمحليات الأصايل لتعلن الانطلاقة الأولى لنخوض أول معارك عاصمة ميادين سباقات الهجنة العربية الأصيلة لسن الثنايا الأبكار المحليات الأصايل التي تعلن انطلاقتها ومن مسافة 6 كيلومترات لتكون هذه الذلل الأصايل حاضرة وعبر الهواء مباشرة عبر قناة ياسر الرياضية الناقلة لهذه الأحداث المهمة. وفي صباح هذا اليوم 23 من شهر أكتوبر لعام 2015 نبدأ مع حضراتكم للتعرف على المراكز الأولى التي تتقدم وتنطلق من خلال هذا النقل الحي المباشر، ونتعرف على 10 المراكز الأولى. من تحمل الرقم 10 هي من تقود 10 المراكز الأولى مع المركز الأول. تتقدم هنا مياسة ويتقدم المتحدي ليعلن بأنه حاضرا في صباح هذا اليوم راشد بن سعيد بن منانة مسيطرا مع المركز الأول متقدما مع شعاره منطلقا مع مياسة مع المركز الأول. النقلة إلى المركز الثاني لأتابع هملولة تأتي مع المركز الثاني ويتقدم شعار راشد بن علي بن خليفة الرميثي مع المركز الثاني. ولكن هنالك التغيير في هذه اللحظات من سلهودة أحمد بن راشد بن غانم المنصوري غير واحتل المركز الثاني وتقدم من خلال تقدم شعاره الذي اعتاد على التقدم في الأشواط الرئيسية المركز الثالث. المركز الثالث من خلال تقدم هملولة راشد بن علي بن خليفة الرميثي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الزاهية في هذه اللحظات يقدمها الحاي بن علي بن سلطان السبوسي مالكا لها في المركز الرابع متقدما مع الزاهية. المركز الخامس صعايب ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يأتي مع المركز الخامس. سادس المراكز الظفرة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز السابع تقدمت في هذه اللحظات سمحة بتقدم شعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي متقدما مع المركز السابع. المركز الثامن الخزنة الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي، بينما المركز التاسع خيال أحمد بن سالم بن سهيل بالشرقي. وعاشر المراكز هنالك مهمة انهيان بن عبد الله بن ركاض العامري. هكذا النتيجة وهكذا هو النداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة المتواصلة في ندائنا. ومخرجنا العزيز أسامة الهواري يأتي أيضا بصورة جميلة للعشر أيضا اللي ما بعد العشر للمراكز القادمة ما بعد العشر. هنالك أيضا أسماء قوية تتقدم خلف العشر المراكز يقودها البريدي محمد بن عبد الهادي ما خلف العشر قادمين من أجل النواميس والانتصارات. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى سلهودة المنطلقة مع المركز الأول. أحمد بن راشد بن غانم المنصوري تقدم في هذه اللحظات وغير واحتل إلى المركز الأول وانطلق إلى مقدمة الشوط يقود الثنايا المحليات الأصايل في عاصمة الميادين في انطلاقتنا الأولى في صباحية هذا اليوم الجميل وهذا اليوم الفضيل. تتقدم سلهودة
انطلقت سلهودة، يتقدم مالكها ويرافقها في هذه اللحظات أحمد بن راشد بن غانم المنصوري المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات مياسة مع المركز الثاني راشد بن سعيد بن منانة المتحدي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني ليعلن عن التحدي وأنه حاضر في هذا الشوط. المركز الثالث الزاهية تأتي مع المركز الثالث ويقدم الزاية في هذه اللحظات الحاي بن علي بن سلطان السبوسي في انطلاقة الزاهية، أحد الشعارات المهمة والتي اعتادت على المنافسة في جميع الميادين مع الأشواط الرئيسية الأولى. المركز الرابع صعايب وهي خطيرة للغاية من خلال تنقلاتها، ويقدمها ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي مقدما لصعايب، ولكن هنالك الصعب ايضا، الصعب سلطان محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يتقدم مع السمحه وينطلق بشعاره الصعب وهو الرقم الصعب دائما في كل الاشواط الرئيسيه. يتقدم بن مرخان، ينطلق بن مرخان ويتواجد ايضا بو سلطان في هذا الصباح الجميل. المركز السادس اللي وصلت الله يا بالشرقي، يا بالشرقي يقدم خيال وخياله واسع، خياله مليء بالإنجازات وواقعه أيضا يؤكد ذلك، يؤكد لنا الخيال وخيالي بدأ يسرح معك يا بالشرقي ومع خيالك بالإنجازات والنواميس. ولكن هنا الحقيقة أحمد بن سالم بن سهيل بالشرقي وليس بالخيال. أيضا قادمة ضحى محمد بن حمد بالدحبة العامري، وأيضا تقدم من حشيمة حمد بن غفان بن سلطان الخيلي، وأيضا القادمة بكل قوة مهمة انهيام بن عبد الله بن ركاض العامري، وأيضا رسمية لغانم بن محمد بن زايد الخيارين، غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، نعم مع رسمية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني في عملية التضمير. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصراع، العودة إلى النزاع، العودة إلى الناموس والانتصار، العودة إلى بن منانة. بن منانة عاد إلى مكانه، عاد إلى مكانه، وهذا هو زمانه، هذا هو زمانه من السنين الماضية والسنين الحاضرة أيضا، يؤكد لنا بأنه المتحدي راشد بن سعيد بن منانة مع مياسة مسيطر مع المركز الأول، متقدم مع الشوط الأول، ولكن ضحى هي القادمة محمد بن حمد بالدحبة العامري. أول نداء كان لها مع المركز الخامس وها هي تتقدم إلى المركز الأول، ولكن خيال بالشرقي وسمحة بن مرخان أسماء قوية، أسماء رنانة، ولكن بالشرقي غير واحتل المركز الأول مع خيال، وهو من قدم لنا الأسماء القوية. ولكن السبوسي مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الحرجة، يتقدم مع المركز الأول، يمني النفس بأن ينقل السلامات إلى ند الشباه، إلى ند الشباه، إلى ذلك المكان الذي بدأت منه النواميس. يتقدم السبوسي وينطلق بن مرخان، يتقدم مع الزاهية الحاي بن علي بن سلطان السبوسي، وهنالك أبناء مرغم، أبناء مرغم، مرغم 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 مرغم، يا بن مرخان، يا أبو سلطان، صباح النواميس يا مرغم، صباح الإنجازات، هنالك مصنع للنواميس وهنالك صعب للإنجازات. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان على هذا الإنجاز، ونقول لك صباح الخير يا أبو سلطان، صباح الحضور المنور، وشكرا يا بن فريش أيضا المتابع يقدم كل
كل ما هو فريش وجديد وطازج على هذا الصباح. تهانينا على هذا الانتصار وفوز سمحة في المركز الأول مع محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. المركز الثاني اللي وصلت فيه مع المركز الثاني خيال لأحمد بن سالم بن سهيل بالشرقي. هنا التوقيت الزمنية وبعد ذلك نذكر النتيجة النهائية للخمس الفائزين بالمراكز الأولى. 9:30 جزئين من الثانية عندما انتقلت السلامات إلى مرغم الإنجازات والذهب مع الصعب محمد بن سلطان بن مرخان لنقدم له الثانية والناموس. 9:30 ثمان أجزاء من الثانية. تهنية لمالك خيال أحمد بن سالم بن سهيل بالشرقي على هذا الانتصار. والتانية لك يا ياسر ولكل محبي وداعمي ومرافقي هذا الشعار. 9:31 ثلاث أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للزاهية. تهانينا للحاي بن علي بن سلطان السبوسي على هذا الفوز والانتصار ورابع المراكز. وصلت فيه ضحى لمحمد بن حمد بالدحبة العامري وخامس المراكز. وصلت في مياسة لراشد بن سعيد بن منانة. إذن متابعين الكرام في كل مكان هكذا ينطلق شوط